السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم: أنت أيتها الأنثى؟ نعم، أيتها المرأة والأنثى. اليوم جلسة مغلقة، أتعلمين لما؟ لنستطيع التمحيص أو التدقيق فيما يقال عنك سواء كامرأة أو كأنثى. وأفتتح قولي بقول كل أنثى امرأة، ولكن ليست كل امرأة أنثى. هذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان، والفرق بينهما كالفرق بين الربيع والخريف. فالمرأة إن مرت من أمام الرجل أو العكس لا تلفت انتباه الرجل، عكس الأنثى فإشراقتها تسبقها وتأسى وتسحر الرجل وتجعله لا يقاومها. فالأنثى هي امرأة بلا مقاييس، فملكة جمال العالم، قد تكون أجمل وأكمل جسم في العالم لكنها ليست أنثى. فالأنثى أنثى حتى بدون ملابس فاخرة وأدوات التجميل المبتكرة. فالأنوثة موهبة أو سر يولد مع امرأة ما، مما يجعلها مميزة ويجعلها ملكة عالمها. وكلمة أنثى مثل كلمة شخصية، كلمة واحدة لكنها مركبة من جاذبية وسحر وغموض وعطف وحنان ومحبة الكون والجمال والقوة، وأحيانا أيضا الضعف. والأنثى قد تكون هي فتاة ما في مكان ما، ولكن الله وهبها ذلك السحر الخفي الذي يفرق بين المرأة والأنثى. وأكبر فخر للمرأة هو كمال أنوثتها. في أنوثة المرأة سر خفي لا يستشعره سوى الرجال، فمنهم من تستهويه المرأة بشكلها ويرى الأنوثة جمال ظاهري يسر نظرة، ومنهم من يراها في قوة شخصيتها وكبريائها وتمنعها، ومنهم من يرى أن أنوثتها في ليونتها وخضوعها. لذا تتعدد مفاهيم الأنوثة لكن الهدف واحد، ألا وهو اكتمال الرجولة ونضجها في محضر الأنثى، وهذا ما اتفق عليه علماء النفس والرجال أنفسهم. يقال أن قيمة الأنوثة هي أن تكون المرأة صعبة المنال، وقيل أيضا أن أنوثة المرأة تكمن في رقة تعاملها مع الرجل وتفهمها لظروفه وتعاملها الراقي وتجنب كل ما يخنقه. وقيل في الأنوثة أيضا هي في قدرة المرأة على تحويل حياة الرجل إلى نعيم رغم جحيمه، هي ذاك الوجه المبتسم الذي ينسيه شقاء حياته. وكم من مرة رأيتم رجلا جميل وأنيق وبرفقته امرأة في قمة البشاعة من الناحية الجمالية، وأعتذر على قول ذلك، وقلتم كيف ذلك ولما، وطرحتم عدة تساؤلات، والجواب هو رغم بشاعة جمالها لكنها في ذات الوقت في قمة الأنوثة، في تعاطيها مع الرجل، في رقة كلامها وعذوبتها ووقوفها بجانبه حين يحتاج يد عطوف تطبطب عليه. إذن الأنوثة هي طريقة تعبير عن سلوك وليست واجهة نحكم على أنوثة المرأة من خلالها. فعلاقة الرجل بالأنوثة لا تقوم إلا على أسس حسية لا الصورة، وبغض النظر عن جسمها وشكلها العام، أنوثتها في شفافيتها، وهي تكلم الرجل، وهي تجبره على أن يكون لطيفا معها مهذبا في معاملة مشاعرها. فخلاصة القول: ليست كل النساء يستطعن أن يحملن لقب أنثى، فكلاهما تشاركن الرجل كل شيء، إلا أن الأنثى تشاركه إلى جانب مسؤولياتها سعادته والعناية به وإغراقه بالحب والحنان والرعاية والإتمام. أما إذا تحدثنا عن المرأة ففيها أشكال للنساء، فهناك على سبيل المثال المسترجلة امرأة والمهملة امرأة، و
وسريطة اللسان امرأة. كل هذه الأنواع نساء، لكن القليل منهن التي تدرك أنها أنثى ولا تنسى طبيعتها الأنثوية الرقيقة الجذابة وعطرها الفواح. ليس عطرا اقتنته من محلات فاخرة، بل عطر لا يوجد في أي مكان على وجه الأرض إلا لديها، فهي وحدها تستطيع نطر عطر محبتها واحترام الجميع لها. فالجمال ليس مقياس، لأن الجمال الخارجي يتغير مع مرور الوقت ويبقى فقط الطباع الحسنة. فنصيحتي لي أنا أولا وإلى كل نساء العالم، مهما اشتدت الصعاب أو الأزمات بالحياة، لا يجب أن ننسى طبيعتنا الأنثوية. ألا تلاحظن أننا ضربنا بالأنوثة بعرض الحائط؟ فأصبحنا جديات في كل شيء، في مظهرنا ودورنا في الحياة. تقاسمنا مع الرجل المهام ونسينا أننا أنثى، وصرنا نحل محل الرجل حتى نبرة صوتنا اختلفت، وتبدلت النبرة الرقيقة الهادئة إلى نبرة حادة خشنة وقوية تنفر الرجل منا، حتى صار الرجال يخافون الارتباط. لا الظروف الاقتصادية ولا النفسية يبرر لنا نسياننا لدورنا كأنثى. وهنا لا أقصد فقط المرأة العاملة التي تتكبد عناء الحياة بجانب الرجل، بل أقصد حتى المرأة ربة البيت التي من المفترض أنها ستحول العش الصغير إلى جنة. لاحظنا مؤخرا ومع مرور الوقت أننا لم نعد كما كنا في السابق، وتحولت الحياة إلى رجلين في منزل واحد مع اختلاف المظهر والاسم. كم من مرة لاحظت أنك مهملة بمظهرك وعنايتك الشخصية، فكم من مرة تبقين بملابسك التي نظفت بها المنزل ونفس الملابس التي تجلسين بها مع زوجك وأطفالك، وهي نفسها عند طهيك. بل والكارثة العظمى هي أنك تخلدين بها للنوم، وكأننا لا نعلم أن هناك ملابس للطهي وملابس للتنظيف وملابس للجلوس بالمنزل مع الأسرة والأطفال، وملابس للرجل خاصة وملابس النوم. وإذا ما تحدثنا عن علاقتها بالرجل، نجدها خالية تماما من مشاعر الحب والمودة والرحمة. علاقة شافة حادة قوية، وكأنهما في حلبة صراع. هي امرأة وزوجة بمظهر رجالي، قلبها خالي من الحب ولا تهتم بتفاصيله، غير مكتلسة به. تتحدث معه بنبرة قوية وصوت مرتفع، تحوله في لحظة من زوج إلى أداة لتلبية الطلبات وصرف النقود، مما يحول الحياة بين الزوجين إلى حياة كئيبة وروتينية، ويصبح ذاك الرجل المقهور والمغلوب على أمره مع امرأة ليست أنثى لأنها مهملة بمظهرها للغاية. في حين عندما تود الخروج من المنزل يبدين اهتمامهن بأنفسهن غاية الاهتمام. كلامي هذا موجه إلى كل امرأة أرادت أن تكون أنثى بكل ما في الكلمة من معنى. ستقولين من اليوم فصاعدا، لن أكون فقط امرأة بل وأنثى كذلك. وحتى لا أفهم غلط، لا أقول لك أن تتبرجي، بل فقط كوني تلك الأنثى الجميلة، ولنغير سلوكنا وأسلوبنا وسوف نلاحظ الفرق لا محالة. فلا تظنين بأنك تلزمين الرجل بالبقاء معك فقط لوجود الأطفال، فكم من رجل اختار أن يهرب ويلقي المسؤولية وراء ظهره بعدما تحولت حياته إلى جحيم لا يطاق، وتأتيه الأمراض من كل اتجاه بسبب الكبت والكآبة التي يعيشها. وهنا الظلم الأكبر يقع على الأطفال، هم من يصبحون عرضة للكثير من الأمراض النفسية بسبب التشتيت والمشاكل الكثيرة التي تحدث بينكما.
اليوم فصاعدا أريدك أن تكوني تلك الأنثى بهذه المقاييس، أن تهتمي بمظهرك في منزلك ولأولادك ولزوجك، ليس عند حاجتك بالخروج. أريدك أن تجهزي ثياب التنظيف للتنظيف، وثياب البيت للبيت، وثياب زوجك لزوجك، فلا بأس أن يرى فيك أجمل ما فيك. غيري أسلوبك في الحياة وفي الحديث معه، فإن حدثك أسمعيه حلو الكلام، اجعليه لا يرى فيك ومنك إلا كل جميل فيك، ولا يشم منك إلا رائحة العطور، ليست بالضرورة أن تكون غالية، يكفي أن تكون محببة له. وإن رأى منك البوادر فتأكدي كل التأكيد أنه هو من سيشتري لك كل ما أتيحت له الفرصة. أريدك أن تكوني أنثى بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أقولها وأعيدها، اهتمي بتفاصيلك وتفاصيله، وتألمي لأجله في لحظات ضعفه. أريدك أن تجعليه إن حدثوه عن الحب والسعادة أن يفكر فيك مباشرة وهو مبتسم، ليستعد لوصفك ووصف السعادة واللحظات الرائعة التي يعيشها معك كل يوم، وكأنه لا توجد على الأرض سواك. وأخيرا سيدتي وعزيزتي المرأة، هناك فرق بين أن تكوني امرأة قوية وأنثى قوية. أظن أن رسالتي وصلت لكم، وكما أتمنى أن تخرج كل أنثى في كل امرأة، وأن تقدر نفسها لأنها أنثى خلقت للحب والسعادة، وتحمل من الصفات أجملها من نعومة ورقة لتتماشى مع جميع الظروف والأجواء. نصيحة أخيرة، لا تلقي بأنوثتك وتنسيها بحجة الظروف كما فعلت أنا في السابق وفهمت الدرس، فكل شيء يتغير إن كنا نريد التغيير. ونصيحتي لك أيها الرجل، إن أعطاك الله أنثى فلا تكسر أنوثتها بحجة الظروف أو لضمانك لها ولمشاعرها نحوك، فالتملك بالنسبة للرجل نهاية، ولكن بالنسبة للمرأة ما هو إلا بداية، وما أدراك بها إن هي أنثى. فيقال أن المرأة التي تهز المهد بيمينها تستطيع أن تهز العالم بيسارها. دعونا نرقى بعروبتنا، لأنه يقال إذا أردت أن تعرف رقي أمة ما فانظر إلى نسائها. أستودعكم الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي.